بولاية البليدة، وفي روبورتاج حصاد هذا الأسبوع، عدسة الأنيس زارت مقر جمعية العلماء المسلمين بحمام الوان، حيث سلطت الضوء على نشاطاتها في تدريس القرآن الكريم وتعليمه للأطفال الصغار. التفاصيل مع الزميل عبد الغني بلاش. بين أحضان هذه المسالك الجبلية وبخطوات يحضها العزم نحو تعلم كتاب الله عز وجل، يقصد أطفال بلدية حمام الوان بالبليدة مقر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كل مساء لترتيل القرآن الكريم ترتيلا وتجويد آياته بصوت عذب قارئها أطفال إناثا وذكور. نشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأخت جربوع شهرزاد، طالبة بالمدرسة القرآنية لجمعية العلماء المسلمين شعبة بلدية حمام الوان، وفقني الله تعالى في حفظ 12 حزبا. انضممت إلى جمعية العلماء المسلمين شعبة بلدية حمام الوان منذ 3 سنوات، يعني منذ افتتاحها. تعلمت فيها القرآن وكذلك إنشاد وكذلك الكثير من النشاطات الخارجية التي تقيمها الجمعية. تواجدي بجمعية العلماء المسلمين شعور رائع وجميل بصحبة أهل القرآن وخاصته. التحقت بجمعية العلماء المسلمين منذ 3 سنوات، أحفظ القرآن الكريم بحمد الله، والشكر الموصول لكل الأساتذة في جمعية العلماء المسلمين. وجدت في جمعية العلماء المسلمين فضاء مناسب لحفظ القرآن الكريم. معكم الطالب بومعزة بدر الدين، نمارس أيضا في هذه الجمعية النشاطات الرياضية، منها ممارسة الكيك بونكسينج وممارسة كرة القدم. قبل سنوات قليلة كان هذا المكان وكرا خاليا مهجورا، حول منه الشاب سيدعلي إلى مقر للجمعية وفضاء لتعلم القرآن وممارسة النشاط الجمعوي للنهوض بمستوى الوعي والتعليم بهذه المنطقة النائية. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في جمعية علماء المسلمين شعبة بلدية حمام الوان. هذه الجمعية تقوم بعدة نشاطات، منها حفظ القرآن، دروس الدعم، أناشيد، حتى نقوم برحلات مثل المسجد الأعظم، نقوم بمخيمات. عندنا الشعبة هذه حوالي 4 سنين اللي فتحناها، التحقنا بالمقر هذا منذ 3 سنوات، بعد ما كان المقر هذا يعني 14 سنة أو أكثر مهجور. نشكر المحسنين بارك الله فيهم وكثر خيرهم اللي بنوا لنا هذا المقر. والفرقان إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. مقر جمعية العلماء المسلمين ببلدية حمام الوان صرح علمي يافع ونافع، لا يزال يحتاج هذا الأخير ليد العون من طرف المحسنين
قصد توسيعه وتهيئة مرافقه التي تحتاج للصيانة. احنا في المقر هذا عندنا 3 اقسام يجهزين، وعندنا اقسام اخرى تحتاج للترميم. ماذا بينا نطالبوا المحسنين يعاونونا في الترميم. الترميم تاعهم تيرنيت بي في سي، يعني بيبان تواقي صبيغه، باش يستغلوهم الاطفال لحفظ القران ودروس اخرى مثل المحو الاميه تحضيري الى غيرها. هو القران والفرقان اليه تنصت. هذه هي مدارس جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين، لا تزال تؤمن بأن الخير في هذه الأمة باق ويزيد، وأن أساس نهضتها هو العلم. فالقرآن منهج رباني يرشد الضالين لنوره أينما حلوا.